سببت المكتبة هنا لأنها تتحدث عن قضيتنا، كما عن المعاناة اللي أنا عانيتها، كيف عشنا بالخيام، كيف قعدنا 6 أشهر بدون أكل، كيف نزحنا من كل الأماكن، جربنا كل أنواع الذل والإهانة كما الخوف، وفقدت العديد من الشهداء الغاليين على قلبي. لا أتمنى هذا الشيء لأي أحد، إنه شعور مؤلم جداً. إنني هنا جسد بلا روح، روحي في غزة، أهلي وأبي الذي اشتقت إليه كثيراً، الذي لا يفارق أحلامي.